مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، مشاهدي قناه ثانيه اهلا بيكم وصباح جديد بجمعنا بحضراتكم في تمام العشره برنامجكم 10 الصبح. يا رب يكون يوم مليء بالتفاؤل والامل والعمل والنشاط. صباح الفل يا طارق. صباح الفل يا نهله وصباح الفل على كل مشاهدينا. يا رب صحيح يوم يكون مليان بالتفاؤل والعمل والامل يا رب ان شاء الله على بلادنا الحبيبه. اعتقد ان النهارده يعني من خلال مشاهده حضراتكم لينا الجو اكتر من رائع، في شبوره شويه معرفش دي هتقلب حر ولا ايه، لكن على كل اللي وراه حاجه ان شاء الله تتحقق له باذن الله النهارده، وانزلوا وشوفوا الدنيا شكلها ايه. وزي ما بنقول دايما مصر باذن الله هتفضل جميله في عيوننا كلنا وعلى مدى التاريخ باذن الله. عندنا ايه النهارده؟ النهارده هناكد بقى ان مصر جميله من خلال مجموعه من الفقرات، لكن هنعمل فقره لطيفه قوي انا بحس انها مختلفه النهارده جدا، لان احنا هندخل من خلالها لعالم القصور الرئاسيه وعالم البروتوكول والاتيكيت اللي احنا بنسمع عنه كرئاسه. احنا عارفين الاتيكيت في الاكل والشرب والحاجات دي ممكن نكون درجه وبنتعلمها من خلال فقرات معينه او من خلال تواجدنا في اي مكان ومع ناس اقدم مننا في المجال ده، لكن احنا ندخل بقى عالم القصور الرئاسيه ونعرف اصول التحيه، اصول الجلوس، اصول رفع العلم وتنكيس العلم في حاله الحداد، الاعلام اللي بتتحط على العربيات، حاجات كتير قوي ممكن نعرفها. كنا بننتقد الرئيس السابق مرسي لما كانوا دلوقتي في السجن لانه غير ملم نهائيا بقواعد القصور الرئاسيه ولا بقواعد البروتوكول. طب ايه رايكم لو نعرف القواعد الاساسيه للبروتوكول النهارده من خلال لقائنا بالاستاذ طارق عبد العزيز امين رئاسه الجمهوريه السابق، واللي هيكلمنا بالتفصيل عن جيل جديد عارف كويس قوي في البروتوكولات الرئاسيه. لا ومش بروتوكول رئاسي بس، يعني عايزين نرجع لبروتوكول تعاملنا مع بعض مره ثانيه، عايزين نرجع للحاجات الجميله اللي جوانا. يعني احيانا بنبص نلاقي في موقف بيحصل في الشارع الناس بتتلم، بس النهارده الناس بقت بتتلم عشان تتفرج، لا احنا عايزين نساعد مره ثانيه، وعايزين نكون على قدر المسؤوليه تجاه بعض. يعني ايه؟ يعني نكون قريبين لبعض، نكون كل واحد بيعمل الحاجه لزميله أو صديقه أو لواحد معرفوش في الشارع بحب لوجه الله سبحانه وتعالى. فكرة الاتيكيت والبروتوكول دي فكرة مهمة جدا، إنه إن احنا نكون موجودين مع بعض بنتعامل بآدمية. في مواقف كتير جدا مرت علينا السنين اللي فاتت مش عايزينها تتكرر تاني في حياتنا. يكون معانا كمان فقرة من ضمن الفقرات اللي بتتكلم على، أو فقرة بكرة يبتدي النهاردة، هنتكلم على العقول المبدعة في كافة المجالات في مصر. شوية اهتمام، شوية إضاءة من الإعلام، شوية إضاءة من المسؤولين على العقول دي هتفيد مصر كتير قوي. مش عايزينها تطلع وتبقى طيور مهاجرة وتفيد بلاد غيرنا، عايزينها تفيد بلادنا. هيكون معانا أحد المشروعات لبعض الشباب اللي هيكون موجود معانا، وشباب الحقيقة يعني صغير جدا، بيتكلم على فكرة إنه يكون في شحن للابتوب بتاعك من خلال بطارية جديدة خالص. ده اللي هنعرفه، مش عايز اخش في تفاصيل، لكن ده اللي هنعرفه في لقائنا في بكرة يبتدي النهاردة. ده موضوع مهم جدا عشان كل واحد فينا بياخد اللابتوب بتاعه ويروح الكافيه دلوقتي ويقعد، واول ما الشحن يخلص بقى مشكله. التليفون صحيح امبارح بقى من خلال الحراره المنبعثه من اللابتوب ده هيعملوا تاني شحن للبطاريه واعاده شحن. بمناسبه بقى الاختراعات يعني، وحاجه يعني ايه اللي هو ايه، تقعدي تفكري كتير احنا هنروح للمستوى ده امتى. احد او احدى شركات المحمول الكبيره عملت برينتر، تحطي التليفون في البرينتر كده جنبك وبعدين تدوسي كليك على الصوره اللي انت عايزاها فتطلع لك برينت بالشكل بالحجم اللي انت او بحجم البرينتر نفسه، حاجه لطيفه جدا تحتفظي بيها مش عارف ايه. احنا هنوصل للمستوى ده ازاي وامتى؟ وهو ده اللي احنا بنتمناه، هو ده من اهم الاسئله اللي هتكون معانا في فقرة بكرة يبتدي النهاردة. ده أكيد هيحصل لما ندي للشباب مكان في البلد دي، وما تبقاش قاصرة فقط على كبار السن اللي احنا بنحترمهم وبنقدر خبراتهم، ولكن محتاجين لعقول شابة بقى تفكر خارج الصندوق شوية، يعني غيرهم جرب كتير. الفقرة الختامية دايما بتكون فقرة فنية، النهاردة معانا فقرة غنائية وموسيقية، هنعيش مع الأستاذ فادي فريد عازف العود والمطرب، والأستاذ محمد سلطان عازف الإيقاع، وهيعملوا لنا مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية اللي إن شاء الله تنال إعجابكم وتكون خير ختام لهذه الحلقة. دي فقراتنا النهارده في برنامجنا 10 الصبح، تابعونا وبعد الفاصل هيكون اولى لقاءاتنا مع الاتيكيت، اي حد عاوز يعرف ازاي نتعامل مع بعض، ازاي اصول التحيه والجلوس، ازاي اصول الكلام خاصه في القصور الرئاسيه، تابعونا بعد الفاصل.